اختر الكلمتين اللتين ترتبطان بنفس العلاقة: ساعة ووقت. ميزان حرارة زكام؟ لا، ما لدخل ذي. بوصلة اتجاه؟ يمكن. ساعة ودقيقة؟ لا لا، هذه ساعة ووقت. الساعة وش هي؟ هي وقت. صفحة وكتاب؟ لا، أحس بوصلة واتجاه. يعني الحين اللي علمنا الوقت هو الساعة، واللي علمنا الاتجاه والبوصلة. إيه ممكن. والصفحة اللي هو الكتاب ما يجي. جيم أحطها هنا. طبعا تحل خارجيا علشان يستفيد ظهري يحل بعدها، أو هي ممكن تجيها كذا العام القادم تبغى يعني تعيد مرة ثانية الاختبار، يعني يسهل عليها ما يكون في حلول. ضع دائرة حول الكلمة المخالفة لباقي الكلمات فيما يأتي: تمر، سكر، عسل، ليمون. المخالفة عنهن ليمون حس، يعني كلهن حاليات. تمر وسكر وعسل حاليات، وليمون حامض، ما أحب الليمون. حتى أنا نوت ضار يأكلون كذا أكل على طول، مدري كيف يديني قش عريرة، قع شريرة. المهم أختار الكلمتين اللتين ترتبطان. كتاب ورف، يعني وين نحط الكتاب؟ في الرف. صح. وردة ومزهرية، إيه هذه يمكن تجي، هذه يمكن تجي. طيب بحر وسفينة، نحط البحر بالسفينة يعني؟ لا. طيب ممكن السفينة نحطها في البحر، يعني عكس، بس إحنا نبي نفس الترتيب ترى. أرض ونبات، نحط النبات يعني الأرض في النبات هني. مرآة وصورة، لا هذه ألف. إن شاء الله نشوف الحين. أوكي، وطبعاً اللي ما نفهمهن نحط جنبهن استفهام. وقت التصحيح، أنا الحين بعد ما يقضي الفصل أروح جنب الفصل يعطيني الأجوبة، مثلاً يقول لك الإجابة جيم، ويعطيك السبب ليش جيم. حلو. طيب رقم 6 نشوف. جيم، يستهفت جيم. البوصلة أداة تحديد الاتجاه. جيم، طيب صح عليه، حط هنا جنبه صح. طيب جيم ألف جيم، جيم ألف جيم صح علي، إن شاء الله تبارك الله. طيب جيم باء دال، وين؟ أو لا، جيم باء عشرة باء، شوفي عشرة يقول باء صح. لا لا، خلينا نشوف احنا وين وقفنا. احنا وقفت عند عشرة. تسعة. انت اي؟ تسعة. باء دال 11 دال. اي صح علي، 11 دال. هذا حطيت استفهام لاني ما اعرفه، ويساوي يعني التصحيح. يلا الحين خلنا نشوف وشو اللي هو رقم 12. جيم الاجابه طبعا القناعة هي الرضا، الجواب تعلميه يا مسمس. كم 12 جيم؟ لا اي جيم. اوكي، عكس كلمة قلنا ألف صح علي. طيب باء دال جيم، باء دال، باء دال جيم غلط علي، هذا مفروض دال. رقم 15، شوفي منادات ومناجات مترادفتان، مترادفتان يعني نفس المعنى. أنا إذا غلطت أحط تصحيح، كان الجواب جيم. أوكي هذا صح علي. طيب هذا قلت استفهام 16، هنشوف جيم، جواب جيم. رياضيات 16 وراه. عندي أربعة أحاد وصفر عشرات وسبعة مئات، هذا التحليل العدد بالصيغة التحليلية. الله يصلحك. هو على كل شيء قدير، هو الذي لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور العزيز. وهو العزيز العزيز الغفور. يعني مسكت تسمع لي كذا.
ما راح تركز. دغدغ صحيك. ليش ترجع صحيح انت؟ كنت ايام زمان، كانت ايام زمان ميزو كذا عمرها يعني 4 5 كانت ترقى فوق هذا. ايه شايفين الصوره؟ وانا كنت احاول الاهقا كذا امسكها. عندنا الصوره. كنت انا ما اعرف فجاه سبحان الله قبل اسبوع يمكن رجعت قاعد احاول ارقى وسبحان الله رجعت وصرت ارقى. طيب اقرا زين يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تكتف. الذي خلقه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الغفور العزيز الغفور. برافو. هو العزيز الغفور. ما ترى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى من خلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصرة هل ترى من فطور فرجع البصرة ثم رجع البصرة كرتين ورنا منجزاتك بالماينكرافت يا ضاري. يلا بس بخلص هنا ايش قاعد تبني؟ اصبري شوفوا هنا من هنا من كذا بالبزين كذا كانوا من فوق خط ما خط فهمتوا كان مثلث من فوق نفس الماب حق نوت وميسو ايش مع بعض انتم؟ لا احنا مو بعض الحال الحين يعني انا بالحال. طيب انا بروح السوبر ماركت مين يروح معي؟ انا اللي بيروح يبقى جازمته يمشي الحين. اصبري بس بخلص ما راح اصبر بشغل سيارتي وامشي. واللي بيلحق يلحق واللي ما يلحق يقعد بلحكم بدراجتي. لا والله تو يو اند نوت. هلا نطلع السوبر ماركت رحي معنا. ليتس جو. يلا بس خلنا نشوف هذا الفيديو بس كم وقته. وخمس فيديوهات زيادة هقول امشي بس لا جيتي كملي. لا 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 ما في نوم بدري اليوم سهرة. لا ويلي يطيح ممنوع يضاري روح وراه. لا مو ممنوع انا قررت. طيب خلاص خلي يركب شوي بس هنا بالحارة لان الرفسة كباب. اي حسبنا الله قدمي من اول ركم اثنين قدام. قاعد محجبه بعد من الله هذه. لا ماما كيف نربط حزام ماما ليه بس عليك بس انا مو بلازم ما اجي ضرب يكسرها. يا خلاص خلاص وقفت زيديها سكرها اللي سيارتي خط احمر خلاص زيديها حركات أربعانية ما أدري شو أربعات والمثلثات يا أخي أسرعي وزويها ترى بيجيك صعرور خلي يجي صعرور خلاص ميسو معها شاهي. ليش؟ لا وخسر في الليل اللي بعد رايح. لا انزل أزل عليك أدخل على الناس أقول لهم لا انا ولا ضايع بس ولدكم خليك ولدهم. لا 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 يا نبار يا حبينك خلاص بقابي خراب. يلا يلا بسرعه فتحت لك بصير النقمات والله يا البنات شديت انها تجينا بدونه مدرانا مدرابنا لاخر نفس يبلش دغدغي 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 نجم جاء تم القفل اشتغل نجم تم القفل مش دخل نجم دم. بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنا دارت نظاري بسوي كذا كان هجينا أنا وياكن يا بناتي من عند باب الضيوف ولا درابنا ورحنا نقضي مشوارنا وقعد هو مع السوني ولا درابنا. ميسو أكيد طبعا ميسو ميسو تأيدني ميسو إيه ذي بعد قلبي أنت. يلا مبروك
اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. قلوب لكم يا متابعين. من زمان عنا. وش كانت الحركة؟ وش كانت الحركة؟ قلب. إيش؟ لا اللي تطلع طعانات. أي صفق. طلعت هفوية ذاك اليوم. طيب بما اننا مقبلين ان شاء الله على رمضان ابى اقول لكم كلمات حول شهر رمضان والصيام وكذا مفرد وتجيبون جمعها. باقي كم يوم؟ ان شاء الله باقي اسبوعين او اقل. جمع تمر تمرات تمر. لا غلط يا داري غلط. تمر هذا اول غلط من كذا. سمبوسات داري ترى مو كل كلمه نجمعها لازم نحط الف تاء. لا 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 يلا جمع فطور افطره فطاير هو اصلا فطورات افطار جمع فطور ولا اي صح ما ادري والله صح صح انا متاكده الا صح لا ماما دانكن 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 ابرد 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 نبي دونات 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 الشرطه طيب جمع كلمات ضاري هذه جاوب شهر شهور صح اخيرا جبتها صح حسبت تقول اشهره اي صح اشهره اشهره الا اشهره طيب جمع كلمات ريحه المخبوزات روعه منتشره بكل السوبر ماركت اين انتم راح عند الحلويات راح وراح ولا حول قلت الا بالله على طول سيده هذا عجبنا ويش هذا هو اول مره اشوفه ما تذكرين خذي العامله واحد ما تذكرت تبي له هذا هذا برنجز ايه اللي جبناه من الجنة هديه ايه من بيلسان ناخذه كرته ايه صحي هذا ناخذه كم سعره ايه خذيه تذكر خمسة معقوله والله بلاش كل واحد ياخذ حبه ايوه يس انا باخذ الملح احسن شيء هذا بديل برينجز عشان قاطع برينجز ايش رايكم فتنه هالنوتيلا فتنه معطتهم كل يوم ثلاثاء يفطرون توست مع نوتيلا وش يوم التاريخ دخلتي في عيني تاريخ التاريخ اكيد انهم يبيعون تاريخ صالح مو منتهي مدته اقول يا اخي بسوي بابو قد جبت لكم سطل نوتيلا ابي يقعد عندكم 6 شهور قاعد شهر وقضى ترى بيقعد يومين بس شوف هي النقاطة هذا البيبي حقهم هذا بملعقة أخلصه جابوا جديد تفاح وليمون أنا رحت البيت خلاص لا 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 إيش التراث هذا إيش التراث حرام عليكم يوم أنا بعمر ظهري كان أفضل شبس عندنا نبي 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 يلا خذوه بس آخر طلب وعدوني الله يصلحكم اللي يجي معه اطفال سوبر ماركت يبلش لا حول ولا قوة الا بالله تصدمونا انا 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 اركب انا جبت هذا للعاملة تسمحون نروح نحاسب لا ماما اسحب عليكم ترى هذول مجنونين عقليا فشلونا المشكلة الحين شلون انا جايين اخر الليل ريال ورقي هوائي أقول إلى الكاشير انطلق الله يصلحهم هذا فوضى يلا مين الأسرع نشوف كذا لازم أسوي لهم تحدي عشان يخلصون وأنا أسرق حلويات بقي دقيقة فيستو عمو سامي رجعوا بس احنا مثلا ماما طبعا فوضى ذي ولا اصباب صراحه مليون واحده من متى في كذا مين سوى شكلها ودة العرب لمكانها صح المفروض يعطونك جائزه الزبون الرائع قصك الزبون الملاهي هسه ما شر يا ضاري يعني قضت الاماكن والله متحمس مع ماينكرافت والله يا مدمان بالإجازة ماينكرافت
لكن هي السالفة بالأيباد والتلفزيون مسيطرين علينا الماينكرافت. الحين ممكن نسوي كده جدار. نعم بسوي. لا 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 طولتي طولتي بابا. لا لا يجنن والله حلو. بس عطني هنا دور لي أصفر أو أبيض. هنا توصيلة. حطها هنا. ما نبي أحمر، نبي ألوان متناسقة. الأشياء القديمة دولي. من الجماعه هنا. أصفر صغير. هنا في أصفر صغير. هتشيله. شوف. في واحدة صفرة. في صفرة صغيرة جوا أعطني إياها وحط بدالها لون ثاني. خذي خذي. حط بدالها خضراء. خذي. ما طولتي لا خلاص. الحين نركب هذول كذا. هذول بيا صلان قبل ذولا بيومين. يلا خلنا ندندشوا. ندندش نحط كذا. هذول كثار. بس ما نقدر. ما نقدر لازم نسوي زي بناء. هنا رايك؟ عطنا أفكار هندسية. وذا نشبكهم مع بعض كثار كل دولي. عندك صفراء زي هذه نشبكهم برتقالية. راح تفضل دون دون. شوف هاي نشبك دولي. ما نقدر مستحيل. خلو كذا ما يخالف. نسوي الارتفاع زي ذا الأخضر. إيه. يلا بس لازم نستخدم ألوان ثانية هجل. لا لا حلو كذا نحطه كذا. ما عندك أصفر كثير. ذا من ذا من ذا نخلي بوه مسافة. أنا أقول خلو يقال له برواز شفاف بس حط المقدمة حق السائق. والآن جولة في سيارات ظاهري اللي صنعها. بيب 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 بيب. إن شاء الله عندك صقر. ودي صقر. بيب 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 مشينا مدرسة. يدخل حطوا له غلاف ما نقدر. أميز أميز. إيش رأيكم بالألوان؟ طيب الحين نقدر نطلع من ذولي سيارات ولا لا؟ لا نقدر يمكن. يلا حاول. هتخرب سيارتي باصل. هذا غبيه للأحد إن شاء الله الجاي. اركبه يكسب ثاني لما اركبه. لا تحط كتاب واحد مكتوب كنكسر. اي والله. لا لا احط ان شاء الله هوا بيكسر. يلا انكسر. طاش. اذا ما طاح طاح تكبيرين. يلا يلا اوقفوها. يلا اسمع لين مين ما يطيح. لين وش يلا خلينا نجو أجل عجزبك. يلا يلا ها يلا. لا خلي إلى إلى عشرة. واحد أصل أصل أخريتك. اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع. لا 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 إنك تحددي الجزء وتختاري cut or not cut. إنت تحددي حيقص أو ما راح يقص. طيب الطريقة الثانية ما أنا رجعت للديزاين إني أحدد حدود البنت مثلاً بدل أحمر اخترت مور. الاسم اخترت مثلاً برتقالي. الإطار الداخلي اخترت اللون الأزرق. زين شرحينه طيب. مرة يهبل وفي دروس ما شاء الله كثيرة. شايفين معايا في السيمبل أنا عدلته بس اللاين اللاين يعني خط حيتعامل مع الخطوط وألوانها. فشايفين معايا هذه القائمة الكل تحددت معايا.
الرقم واحد ما ننسى، رقم واحد معناته إنه الحامل الإبرة. أنت دخلوا المحل حتى هذي طحين نبلهم أسبوعهم يلعبون هاللعبة. لا وش اسم اللعبة ذي؟ سألون بتعليقات ترى. جام بيست. جام بيست. وين اسمها؟ هنا بالشاشة. شوفي يمدينا نتحارب ضد بعض أو ضد الناس أونلاين. هذي. هذي. إيه حسبها مستر بيست. يلا. طيب أعطوني جير ألعب معكم الرابعة. ما في جير رابعة. عشان أول واحدة تموت أنا. كسرنا الباب كسرنا الباب. يلا خذوا الأثاث دخلوا في المحل يمدينا نلعب كقصة ويمدينا نخربط باللعبة أو نتسلى أو يمدينا نتحارب أو ضد الناس. طيب زي أونلاين. بكسر الباب ونسيب نحارب الباب. ميزو كان بدي في أثاث لا عليك منهم. أسرة غير متفاهمة. أنا اللي كان عليه عند الباب فوق. خلاص متعلقة بالباب. لا خلاص. ضاري لا تصرخ قوة. تبلشنا بالليل حلوم. بلعب مع ماما تحدي تي للطيبين. لا. لازم تستعجل. صرتوا تلعبوا ماينكرافت ما شاء الله. لا الحين تركتوا اللعبة اللي توبه جلد وجليد. أنواع الضرب والضريبة أعوذ بالله. مشكلة هني أنا الحين معطتين طالباتي برنامج عن الألعاب الإلكترونية وقالت لنا تلعبون شيء فيه ضرب وقتال والصغيرين يلعبون. أحس طالباتي يقولن على المعيال قبل الله يخالف بس ما أصلحكم. زومبيات نبي ندخل ذا الكهف. ماينكرافت زينة العكس أشيد فيها. وينكم أنتم تحت الأرض وين الكهف؟ بس اللي توه اللي يعوذ بالله ضرب وجلد وعنف وعدوان. ما أبو شيء. وصراخ. ما أبو شيء ميس نور. تعب. طب ما في نور ما أشوف شيء. في زومبي في زومبي بموت. متي؟ لحظة لا تأخذون أغراضي أنا بأخذها لا تأخذون. إيه ما أخذنا شيء. الحين أنتم متصدرين ولا كيف؟ لا نكتب. قال لي فاهمة. بالله. ساري. إيش؟ نات. نات. تعالي. تعالي. وش فينا؟ ضاري وش ضاري خلاص
يا أخي طفشت منكم، وش السالفة؟ سيفين بحدي بسيف يا محبيبي طب خلي معي احتياط. ظري ليش تحب ماينكرافت؟ تحكي لنا. مين في الغساله بس لعبنا؟ ايش فيها متعه؟ المتعه انه يعني نلعب نستمتع، يعني تجميع مفيده، يعني نجمع اغراض نبني بيت نلعب بكار اشياء. ظري ظري ادخل بعينك، ما تبي تلعب معنا؟ ايش بتفكر؟ اهلا يا اصدقاء، كيف حالكم؟ سنذهب الان ونلعب مع صديقنا ظاري. هيا. السلام عليكم يا ظاري. السلام عليكم. هل تسمح لنا باللعب معك ماينكرافت؟ ايوه، ولكننا لا نعرف، هل تعلمونا قليلا؟ نعم. هيا نريد ان نلعب. انظروا، اولا لازم نكسر الاشياء، مثلا هيا نكسرها، نكسرها براسنا. اقتلوا هذا الصغير، نحن اقوياء. ظاري، ان هذه الالعاب لا تعجبنا. طيب روح النوت، يمكن تعرف. لنذهب إلى الحديقة ونلعب معا. أين نوت؟ أين نوت؟ وراء هنا نوت أم مياسة أم ماذا؟ روح المياسة. طيب لماذا تريد أن تصرف هنا؟ طيب حسنا سأتفرج عليك. حسنا هيا. واو، ما هذه اللعبة خطيرة. كيف تعرف ذلك؟ إنني لا أعرف. أنا بارع. واو، انظر يا صديقي إنه يلعب جيدا. ما رأيك يا صديقتي أن نشتري واحدا مثله؟ حسنا، لا مانع، سوف نقول لأمنا تشتري لنا. سنذهب إلى أمي ونقول لها تشتري لنا مثل ما مع ظاري. أمي أمي أمي، أين أنت يا أمي؟ أين أمي من هؤلاء؟ لا يوجد أمي، يبدو أنها ذهبت إلى السوق. سننتظرها، نجلس هنا وننتظرها. سننام قليلا. سننام بين هذه الحيوانات. يا ويلتاه، ستأكلنا. هل نبعدهم؟ هذا الدلفين سيأكلنا، مدري الحوت. شكرا لك صديقنا ظاري، نحن نحبك جيدا، نريد أن تكون أنت أمنا، ما رأيك؟ هذه ستصير أمكم. إنه ساحر هذا. لا هي لا نريد يسحرنا. هي لابسة ملابس مضحكة بس. حسنا شكرا لك، لقد وجدنا أما. أهلا يا أمي، كيف حالك؟ لقد وجدناها الحمد لله. شكرا يا ظاري، نحن نحبك كثيرا لأنك وجدت أمنا. يا لك من طفل خارق. حددت شوي طيران انتظر. طيب. ماذا تريدون يا أطفالي؟ نريد أن نشتري آيباد مثل آيباد ظاري، إنه جميل جدا. لا لا، لن أشتري لكم حتى تنجحوا في المدرسة وتجيبوا وتحضرون لي نسبة 100%.